معنا الآن على الهاتف الأستاذ المحامي أنس زين الدين، المحامي والأكاديمي في كلية الحقوق في جامعة محمد الفاتح. تحياتي لك أستاذ أنس. حياكم الله، تحية طيبة لكم ولمستمعي إذاعة مسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه الأزمة على خير وبأقل الأضرار. آمين يا رب. أستاذ أنس، يعني خلال الحلقة اليوم وأمس كثير من المتصلين اتصل وفي عنده مشكلة الآجار الآن، لا هو قادر يدفع، وإذا قادر يدفع عم يكون بالأقساط، والمؤجر أحيانا يعني لا يتنازل أبدا وبيقول أنه أنا سأتخذ إجراءات القانونية وما يحق لي إذا لم تدفعوا الآجار. ما بين سوء فهم القانون وعدم معرفة وعدم تقدير الوضع، نريد أن نفهم قانونيا ضمن هذه الأجواء ماذا سيحدث لمن لا يدفع أجار المنزل؟ نعم، الآن في البداية خلينا نفرق بين نوعين من الإيجار. تفضل. إيجار مكان العمل هذا شيء، وإيجار السكن هذا شيء آخر. الآن فيما يخص إيجار مكان العمل، الآن صدر قانون جديد في 25 الشهر الماضي، أراح المستأجرين المحلات ومكاتب العمل، حيث وفقت المادة الثانية المؤقتة من القانون الصدر، أصبح عدم المقدرة على دفع قيمة إيجار مكان العمل من بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر حزيران لا يمثل بأي شكل من الأشكال سببا لفسخ عقد الإيجار أو لطلب إخلاء مكان العمل. لذلك أصبح اللي عنده مكان عمل، اللي عنده مكتب عمل، اللي عنده دكان وما استطاع يدفع إيجار هذا الدكان من شهر مارس وحتى نهاية شهر حزيران، لا يستطيع صاحب العقار صاحب الدكان هذا أن يرفع دعوة قضائية لطرد هذا المستأجر طيلة هذه المدة. تمام. ولا يستطيع كذلك فسخ عقد الإيجار. لكن تبقى هذه المدة في ذمته أو هذا. طبعا موضوع تأجيل دفع وليس إلغاء دفع. جميل جدا. حتى أضيف إلى ذلك لما يأتي اللي يدفع هذه المستحقات الأربع أشهر راح يدفعها كمان بالفائدة. يعني في عندك غرامة تأخير كمان. عفوا، يعني مثلا أنا أجار المحل تبعي 2000 ليرة كل شهر. نعم. ثم بعد ذلك ما دفعتها، بعد لما بدي أدفع له إياها حيكون في غرامة تأخير. نعم، لأنه في نص القانون للأسف ما أكدوا على نقطة إنه الدفع حيكون له غرامة التأخير. طيب. ولذلك القاعدة العامة تبقى موجودة إنه أنت تأخرت دفع شيء معين، فأنت لما تدفعها مع غرامة التأخير تعد. طيب. هذا فيما يخص إيجار أماكن العمل. تمام، وضحت السؤال. الآن نروح للنوع الثاني من الإيجار وهو إيجار السكن. طيب. وهذا هو المنتشر أكثر. للأسف الشديد لم يصدر أي قانون جديد يعفي المستأجر من الدفع كما تم إعفاؤه بالنسبة لمستأجر مكان العمل. صراحة نتوقع إن شاء الله ربما في الأيام القادمة يصدر هيك شيء، لكن حاليا ما في هكذا أمر. لذلك في بعض الحجج القانونية. طيب. أو بعض الثغرات ممكن نستغلها إحنا. ما هي؟ إلى حين صدور قانون في هذا الأمر. أو حتى إذا لم يصدر ممكن نبقى نستغل هذه الأمور. أول شيء، رقم واحد، أول نصيحة ممكن نوجهها للإخوة اللي مش قادرين على دفع الإيجار، اللي هو طبعا بلا شك التفاوض مع مالك العقار وشرح الوضع له وطلب تخفيض قيمة الإيجار أو إعفائه خلال مدة الأزمة. هذا هو الحل الأمثل والأفضل، لكن كما ذكرتم صعب جدا، بعض مالكي العقارات ما بتفهموا الوضع للأسف. فلذلك نروح للنصيحة الثانية وهي رفع دعوة قضائية لتعديل قيمة الإيجار. في حجة قانونية، مصطلح قانوني جدا مهم، يعني أصبح المصطلح القانوني هذا راح أذكره الآن. تفضل. حيستخدم بشكل واسع في الفترة القادمة، اسمه العجز عن التنفيذ. العجز عن التنفيذ. شو معنى العجز عن التنفيذ؟ إيه؟ لأن وفق المادة 132 من قانون الالتزامات التركي، إذا طرأ حادث استثنائي، وباء كورونا هذا حادث استثنائي. طيب. إذا طرأ حادث استثنائي لم يكن في الوسع توقع، وهذا أول شرط للمصطلح هذا. طيب. إنه ما يكون في إمكانية توقع، وهذا فعلا موجود في نسبة لوباء كورونا. طيب. رقم اثنين، ترتب على حدوثه أنه تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهق للمدين. صحيح بحيث يهدده. طيب. يعني هو الآن المستأجر بيقدر يدفع، مش مستحيل يدفع، لا بيقدر يدفع، بس إنه كثير مرهق إنه يدفع مثلا. صحيح. 1500 في الشهر، في حين إنه هو كان يعمل مثلا في مطعم وأغلق المطعم وما في عنده دخل الآن. تمام.
وهيك أصبح مرهق له. الآن القانون المادة هذه 132 أجازت للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين المستأجر وصاحب العقار أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. تمام. يعني بتم تغيير قيمة الإيجار مثلا كانت 1500 وتمويل إنه خلص القاضي يحكم إنه تكفي 800 ليرة مثلا في الفترة الحالية كان استفرا. فهذا القاضي سيقيم وضع الاقتصادي للمستأجر وبناء عليه يحدد قيمة الإيجار الجديدة. ولذلك هذه النصيحة اللي رفع الدعوة القضائية نسميها لتعديل قيمة الإيجار هذه إذا تختلف من شخص لآخر، يعني ممكن شخص يقبل القاضي إنه يغير له قيمة الإيجار اللي راح يدفعه، ممكن شخص آخر ما يقبل. فهذا برجع تماما للوضع الاقتصادي للشخص المستأجر نفسه. السؤال كيف يتم رفع هذه الدعوة؟ يعني بصراحة أستاذ أنس معظم وجل من اتصلوا فينا يعني هم من أصحاب الورش من أصحاب الأعمال اللي ربما يعني ما عنده اطلاع كافي في آلية رفع هذه الدعاوى وهذه القضايا وكيف بده يروح على المحكمة، وأصلا الآن الوضع أنه ما حدا يطلع من بيته، يعني كيف يتم هذا؟ موضوع رفع الدعوى طبعا تعرف يعني خلال المحامي ممكن توجه لمحامي ومستشار القانوني لأصل رفع الدعوى، محامي نفسه ممكن يرفع دعوى حتى من غير الذهاب للمحكمة حاليا. محامي مختص؟ في محامي مختص بأمر ما يعني له اسم؟ لا وكل وبشكل عام المحامين أي محامي يستطيع رفع هذه كل محامي يستطيع رفع هذا الأمر؟ طبعا. طيب. طبعا هي تكلفتها ما هيش التكلفة الكبيرة يعني تقريبا حدود 2000 ليرة بتكلف، لكن الآن السؤال اللي ممكن أو الحل اللي ممكن نطرحه على الناس إذا ما عنده حتى يدفع أجار محامي. صحيح أنا هذا يعني بعض الناس عم تشتغل بشكل يومي يعني هو بياخذ أجرة اليوم بصفر. صحيح فهو ذاتا مش قادر يدفع الإيجار ومستحيل يقدر كان يدفع محامي، ولذلك رفع دعوة عليه في رسوم المحكمة كذلك برضو صعبة عليه. طيب فلذلك شو الحل لهذول؟ الحل كتب الحل بدي أحكيه الآن في الأصل لا يقال، يعني في الأصل ما نقول الحل هذا معلش بدنا نقول نحن أستاذ تضامنا مع وضع الناس يعني في الأصل مضطرين نحكي الكلام هذا. الآن إحنا لما نحكي إنه العامل ما دفع الإيجار شو رح يصير؟ هل يستطيع صاحب العقار يروح للمستأجر ويطرده بنفس اليوم؟ لا يستطيع، ما في إمكانية. إذا خلينا متفقين إنه صاحب العقار إذا بده يطرد المستأجر فهو مضطر انه يروح على المحكمه ويرفع دعوى قضائيه لطرد المستاجر. طيب يعني ما في حاجه اسمها، لانه في بعض الناس ما بيعرف النقطه هذه فيفكر حاله هو قاعد في البيت اي لحظه ممكن صاحب العقار يجي على البيت يقول له اطلع من البيت. هذا الكلام مش موجود. ايوه واللي اصبح شريعه الغاب والدوله التركيه دوله يحكمها القانون. تمام. ولذلك ما يستطيع صاحب الايجار طرد المستاجر الا من خلال قرار محكمه، وهذا بده وقت. ايوه هذا بده وقت. وقال بده وقت في نقطه كثير مهمه، ان صاحب العقار حتى يستطيع انه يدفع دعوى قضائيه لطرد المستاجر يجب عليه انه ينتظر شهرين. كيف يعني شهرين؟ اول شهر ما دفع المستاجر الاجر راح يبعث من خلال كاتب العدل النوتة مذكره تحذير انه انت ما دفعش غير ادفع الاجر. تمام. المستاجر اذا الشهر الثاني برضه ما دفع الاجر راح يرفع له كمان يبعث له كمان مذكرة تحذير، هذا شرط من خلال النوتة يقول له انه انت ما دفعش الايجار ارفع له الاجر. فهيك راح يستنى، يعني في شرط انه ينتظر شهرين. تمام. احنا هيك سبنا شهرين. تمام. صحيح شهرين ما دفعت الايجار انت، وذاتا هو اللي عشان يبدا يرفع دعوة لازم يستنى الشهرين هذول. صحيح. فهيك شهرين مضمونين، قول مثلا شهر 4 شهر 5 ضمن انه صاحب العقار ما يستطيع طرد المستاجر. طيب بعد الشهرين جينا على النقطة الثانية، بعد الشهرين رفع الدعوة. لنفترض أسوأ الاحتمالات إنه الأزمة هذه استمرت. تمام. والمستأجر هو مش قادر يدفع الإيجار. حاليا في ظل هذه الأزمة أصبح الجلسات المحاكمة عم يتم تأجيلها، يعني تقدر ترفع دعوة لكن جلسات المحاكمة عم يتم تأجيلها. ولذلك إذا بده يرفع دعوة فتتحكي أقل شيء 6 أشهر لما الدعوة هذه يصدر عنها قرار. يعني مر رح يمر سنة، يعني بتحكي أيوة بتحكي عم نقول شهرين 6 أشهر يعني ما يقول هو 8 أشهر تقريبا 8 أشهر تقريبا هو فعليا على عرض الواقع مش رح يقدر يطرد المستأجر. يعني هو كأنه الآن مؤجر البيت مضطر هو أن يتفاوض مع المستأجر أفضل من أنه يمشي معه 8 أشهر وما أخذ ولا شيء منهم بعدين.
بالضبط بالضبط. فلذلك هذا يعني احدى الاساليب الاقناع لصاحب العقار انه يقول الكلام هذا، يقول له انت الان مش راح تقدر تطردني الا لما ترفع دعوه قضائيه. مش هترفع دعوه قضائيه بدك شهرين، تبعت لي مذكرات تحذير، وبعدين ما تبعت ليش بعد الشهرين هذول بدك تقعد كم من شهر لحتى محكمه جلسات محكمه وهذا. طيب. حتى الوضع طبيعي بيطول طيب استاذ انس، الوضع طبيعي بياخذ وقت. قضيه رفع قيمه الاجار الان نفس الفكره ولا الى منحى اخر؟ كل يعني كل الامور حاليا، كل الامور حاليا اي تعاقد بين طرفين، اي عقود، هذه العقود يمكن رفع دعوى قضائيه بسميها اللي هو تعديل شروط العقد. تمام، لكن تعرف الخطوة القانونية هو العجز عن التنفيذ. جميل، لكن الفكرة أستاذ أنس بأنه الآن مثلا استحق رفع الإيجار، بده يرفعه 200 ليرة، أنا قايل له ما حقبل الرفع مثلا. نعم. في شيء بالقانون بيقول أنه ضمن الأزمات وضمن المشاكل والظروف الصعبة ما ممكن يرفع هو مثلا قيمة الأجار؟ في شيء هيك؟ يعني ما في بالضبط، يعني ما في مادة بتنص على الموضوع هذا خصص لموضوع رفع الإيجار، وإنما نرجع للحجة القانونية اللي حكيناها تو اللي هي العجز عن التنفيذ. عن التنفيذ المادة رقم 132. 132. هذه المادة راح تشمل ذاتا كل الأصحاب العقود، طالما إنه في عجز وفي أصبح الأمر مرهق على المدين. نعم. ويستطيع رفع هذه الدعوة. نعم. وبالتالي مطالبته القاضي. طيب. بتعديل الشروط. السؤال الأخير أستاذ أنس، في بعض المحامين بيكونوا بالبلديات، هدول بتكون الدولة مجانا عاملتهم، فهدول ممكن يلجأ إليهم الواحد؟ في البلديات صراحة ما سمعت ما في هيك، لأنه في أحد السادة المستمعين عم يذكر عم يقول بأنه قد في بعض المحامين بيكون موجود في البلدية وبيكون مجاني. أنا أردت أن أسأل هل هو أصلا في هيك شيء أم لا يوجد يعني؟ يعني هو في القسم القانوني في البلديات، القسم القانوني في محامين بيدافعوا عن حقوق البلدية. تمام. يعني البلدية إذا رفع عليها حد دعوة فهذا المحامي الموظف في البلدية يدافع عن البلدية نفسها. طيب، وصاحب البيت ما بيستطيع، عفوا أستاذ كريم لأنه انتهى الوقت عندي، بس في سؤال، أنه يروح يجيب شرطة ما شرطة ما بيحق له أصلا؟ طبعا طبعا. جميل. طبعا، ما هذه النقطة اللي الضروري الجميع يفهمها، خصوصا الإخوة اللي بيشتغلوا بالأجور اليومية. يعني ضروري يكونوا مستريحين هذا الموضوع. الآن في نقطة كتير مهمة بخافوا منها الناس، بيقول لك تمام أنا بدي أعمل زي ما حكيت، بس اللي راح يجي صاحب العقار راح يفصل علي الكهرباء، يفصل علي المية، يعتدي علي بالضرب او يعتدي علي بالشتم. طيب. الى اخره. لو لا قدر الله صار هيك شيء، احنا بنحكي احنا في دولة قانون. تمام. وبالتالي انت مباشرة تقدم بلاغ النيابة العامة، شتمك هذا تعتبر جريمة، وقدم بلاغ النيابة العامة. الشرطة يعني؟ بالضرب. لا، روح النيابة العامة، ممكن تروح على الشرطة. لكن انا صراحة ما انصح بالذهاب للشرطة، انصح للنيابة. للنيابة العامة مباشرة، وهو في قصور عدل مثلا يعني شعليان قصر عدل في نيابة عامة، في قسم نيابة عامة، ممكن النيابة العامة تقدم بلاغ بالشخص الفلاني تعرض للضرب، الشخص الفلاني تعرض للشتم، الشخص الفلاني اغلق الكهرباء علي. الكهرباء علي. ايوه. فاي نوع من انواع المضايقة اللي ممكن يستخدمها صاحب العقار، انت في المقابل في عندك امور قانونية تستطيع انك تواجهه بها. وضحت الصورة أستاذ أنس زين الدين، المحامي والأكاديمي في كلية الحقوق في جامعة محمد الفاتح، حياك الله أستاذ أنس، شكرا جزيلا. حياك.